عزيزي هاشم، مساء الخير. الأسئلة اللي يطرحها الأخ أحمد دون شك هي وجيهة، وطبعا الإجابة عليها باستفاضة الآن، يعني الوقت ما يسمح لي بالحقيقة، ولكن سوف أكثف الإجابة بالشكل التالي. فيما يخص شخصية السهروردي المقتول والاهتمام فيها، جاء هو في الحقيقة خصوصا في الفترة الأخيرة بأثر الجهود اللي بذلها هنري كوربين في هذا المجال، اللي هو يعني هو أساسا أيضا في البداية يعني درس في قم، وكان متأثرا بالفكر الشيعي والغنوصي، وطبعا درايته أيضا العميقة والواسعة بالتراث الفلسفي النصراني. وأنا أشرت يعني في إجابة سابقة إلى أنه هنري كوربين يعني النقص اللي كان موجود في كتاباته هو حاول أن يعني يفسر أو يفهم ابن عربي ضمن سياق الرؤية النصرانية، وهذه طبعا فكرة غير ليست دقيقة. على كل حال، بس مع ذلك ما أثرت في هذا المجال كبير، وبشكل خاص ما أثرت تجاه السهروردي. وطبعا هناك ثمة حالة ثقافية فكرية سيئة، بس من جهة أخرى هي في الحقيقة أيضا حالة طبيعية بفعل الانقطاع الثقافي الكبير في التراث الإسلامي، ضعف المناعة الذاتية الثقافية المعاصرة بسبب يعني التخلف اللي تعرض له العالم الإسلامي والدول العربية بشكل خاص، وطبعا إيران أيضا جزء منه. فلذلك الاكتشافات اللي يعني أبرزها إلى الوجود هنري كوربين لعبت دور كبير في إثارة الاهتمام صوب شخصية السهروردي. ونحن نعرف جيدا بأن يعني الوعي المعاصر في كثير من الدول الإسلامية يأخذ على محمل الجد والاهتمام جدا يعني ما يكتبه الأوروبيين، بينما يجري تجاهل كثير من الكتابات اللي تكتب يعني عندنا في العالم العربي والإسلامي، اللي هي أوسع وأعمق بعشرات المرات ما يكتبها الأوروبيين. ولكن هذا طبعا هذا جزء من تسميها أنت من عقدة النقص اللي موجودة، اللي هي تلازمت مع صيرورة الدول الإسلامية المعاصرة في مجرى القرن أو 100 و150 سنة الأخيرة، اللي واجهت الغرب يعني بحالة من الانبهار هائلة، فلذلك اعتقدت أن كل ما هو أوروبي سليم بالضرورة، وأحكامهم أيضا. طبعا هذا ليس اتهاما ضد هنري كوربين، على العكس الرجل يعني قام بأعمال كبيرة في هذا المجال، ولكن القصد فيها أنه يعني هو الذي يعني أعطى للسهروردي المقتول يعني قيمة كبرى، ولذلك صار الاهتمام فيه والانشغال كبير خصوصا في إيران. طبعا هو في العالم العربي والإسلامي الآخر شخصيته ليست يعني مؤثرة وليست يعني نشطة وفعالة في الوسط العلمي، سواء كان الأكاديمي أو الاجتماع السياسي، بما في ذلك في مجال التصوف. السبب ليس له علاقة فيما إذا هو استعمل يعني كثير من المصطلحات والإشارات والمفاهيم الزرادشتية من خلال يعني ترجمتها من الفهلوية القديمة، ولكن عموما هذا يعني هذا ليس سبب جوهري، لأنه نعرف جيدا أنه حتى الفلسفة الإسلامية في هناك كثير من المصطلحات اللي أخذت عن اليونانية على سبيل المثال. أو أنه صحيح هناك ثمة فرق بين يعني الفلسفة وبين الديانة الزرادشتية، ولكن عموما بالنسبة للوعي الاجتماعي العام خصوصا السلفي المتشدد والمتخلف والمذاهب الكثيرة، بالنسبة لهم سيان يعني الفلسفة ليست أقل شرا من الزرادشتية، على اعتبار هذه دين وذلك يعني عقل محض يؤدي في نهاية المطاف إلى تفتيت الفكرة الدينية. وأيضا كمثال نموذجي بهذا الصدد على سبيل المثال فيما لو قرأنا كتب مثل إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، أيضا هناك سوف تجد كثير من المفاهيم والمصطلحات من مختلف الأديان، ليس فقط الزرادشتية، والزرادشتية والمانوية والهندوسية والبوذية والنصرانية واليهودية، كلها أدخلوها وتعاملوا معها بمعايير الفكرة الفلسفية، ولذلك يعني طبعا أيضا أثارت ردود فعل سلبية، ولكن ضمن سياق الرؤية الفلسفية باعتبار أن آراء إخوان الصفا هي ليست آراء مستقلة، وإنما هي يعني مجموعة من المفاهيم والتيارات يعني المأخوذة الممزوجة سوية بدون تنقيح، وأقرب ما تكون إلى ظاهرة يعني التلفيق والتلزيق يعني بين الأفكار والمدارس المختلفة. ومع ذلك بقت
تأثير فكرة إخوان الصفا هاي لأسباب كثيرة، أنا يعني ليس مجال البحث عنها، ولكن القصد فيها أنه القضية ليست في يعني بالمفاهيم والعبارات بغض النظر عن مصدرها، كلها مرتبطة من حيث الجوهر بمستوى الإبداع النظري للسهروردي نفس المقتول. يعني أنا شخصيا طبعا قارئ كل مؤلفاته، ليس فقط مؤلفاته، كل ما يعني كتب في مجال التصوف وليس التصوف فقط. يعني لم أجد في فكر السهروردي يعني شيئا ما أصيلا أو كبيرا وعميقا، ولكن صارت هي هذه الضجة بسبب هذه يعني نسميها بين قوسين المأثرة التاريخية اللي قام فيها هنري كربين، وضعف المناعة الثقافية والإعجاب بما يكتبه الغربيين، وبالأحرى يعني كثير من الشخصيات بعثت يعني من قبور الغياهب الثقافية بفضل كثير من المستشرقين. هذا طبعا دون شك فضيلة من جهة، ولكن من جهة أخرى يعني هذا دليل على أنه لا توجد هناك ثمة نظرة عقلانية نقدية ذاتية فيما يتعلق بالموقف من النفس والتراث، ولذلك هم لا يجدون في هذه الشخصيات المغمورة يعني قيمة قبل أن يكتب عنها يعني هذا الباحث الأوروبي أو ذاك. وأضرب هنا على سبيل المثال، وطبعا هناك عشرات ومئات الأمثلة من هذا المجال في هذا المجال، يعني على شخصية النفري على سبيل المثال، يعني عندما كتب عنه آربري رأسا تحول النفري إلى شخصية يعني صوفية وشاعرية كبيرة، وتأثروا في الشعراء كلهم وبدوا يقلدوه إلى آخره، بينما كان قبل آربري يعني مجهول تماما 100%. إذا هنا هذه إشكالية. طبعا النفري من وجهة نظر يعني أكثر يعني إبداعا في الفكر من السهروردي. طبعا هذا لا يقلل من قيمة السهروردي، و يعني ما يتميز فيه من نبوغ ونباهة. السبب كله يكمن أساسا في أن شخصية السهروردي من وجهة نظري لم تتكامل يعني على مستوى الشخصية ولا على مستوى الإبداع. يعني لو أن السهروردي لم يقتل يعني مبكرا، يعني عاش على سبيل المثال على الأقل بعد 20 أو 30 سنة، لكان ممكن أن نعثر أو كان ممكن أن يكتب يعني منظومة فكرية. أما ما كتبه فهو مجرد في كثير من الحالات يعني إشارات مجزأة هنا وهنا لسبب بسيط، حسب ما أشرت أنه شخصيته العلمية والصوفية لم تكتمل ولن تتكامل آنذاك. ولذلك يعني عندما يعني قتل في وقتها بأثر الصراع الفكري الخبيث الذي قاده الفقهاء من أجل الإيقاع به، وقتله كان هو أساسا لأسباب سياسية أكثر ما هي لأسباب يعني فكرية، لأنه الأفكار اللي طرحها فيما يتعلق بالموقف من القدرة الإلهية يعني هي موجودة عند المعتزلة وموجودة عند الفلاسفة وموجودة عند الكثيرين، ما كانت تثير. ليس طبعا هو موضوع الجدل، كل ما في الأمر أنه يعني هو اقترف يعني خطأ اللي يعني اللي بعدين يعني في وقت لاحق يعني وضعوه ضمن معادلة أنه يعني عقله أصغر من معارفه، أو أن معارفه يعني أقل من عقله. يعني هو عنده عقل يعني عميق كبير مبدع، ولكن المعارف اللي كانت عنده قليلة، فما كان بإمكانه أن يوظف هذه المعارف بالطريقة اللي يدافع عن نفسه في قضية متعلقة ب يعني إحدى الجوانب العقائدية، يعني قدرة الله المطلقة أو النسبية. فما بالك بالنسبة إلى منظومة الفكر. فأنا شخصيا لم أرى يعني في إبداع أو كتابات السهروردي يعني فكرة منظومية أو فلسفة يعني الصوفية متكاملة، لا على مستوى الفكر مجرد، ولا على مستوى الطريقة، ولا على أي مستوى آخر. يعني هو كان في عملية اجتهاد، بما أن الشخصية لم تتكامل فلم تتكامل أيضا يعني أفكاره ومنظومته الفكرية. لهذا السبب، هذا هو السبب اللي يعني أدى في حالات كثيرة إلى أنه لم يكن مثار يعني اهتمام من قبل الشخصيات العلمية والفكرية والفلسفية والصوفية الكبرى في التراث العربي الإسلامي والإسلام بشكل عام. فيما يخص يعني تأثر ابن عربي، دون شك ابن عربي لم يتأثر بسهروردي المقتول، بل في اعتقادي حتى لم يعرف عنه أي شيء، لأنه عندما نقرأ كتابه على سبيل المثال يعني هذا مدارج النفس يعني اللي هو يحكي فيه قصة يعني تعلمه على مختلف الشخصيات الصوفية اللي تمر فيه في حياتي، لم تجد هناك إشارة إلى
إلى السهرة والريعة على الإطلاق. وهذا طبعا بقدر ما ينطبق على السيرة الذاتية والمفاهيم بالنسبة للعربي، ينطبق أيضا على يعني المنظومة الفكرية. فابن عربي يعني منظومته الفكرية يعني هائلة إلى درجة السهر وردي يبدو مقارنة فيها يعني فشيء زهيد للغاية. فلذلك كان من الصعب يعني قصدي لا يمكن التأثر يعني بهذا الصدد يعني ضمن هذا السياق قصدي يعني. جيد، إذا أكتفي عند هذا الحدود. يلا إذا تصبح على خير، مع السلامة.